مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو الإيثيريوم؟ ما هي ميزات الإيثيريوم؟ ما هو الإيثيريوم؟ يقوم الإيثيريوم بإنشاء نموذج عملة يسمح لصغار المستثمرين الرأسماليين بتخريب استثمار الأصول التقليدي. ما هي ميزات الإيثيريوم؟ لا يحتاج المستثمرون إلى تحمل المخاطر والقضايا الفنية المتعلقة بأصول العقود الآجلة التقليدية مثل الحيازة والتحويل والتداول والتخزين. الهدف هو خلق فرص استثمارية وتجارية تصل إلى نطاق عالمي. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.